وكان ينام في الغابة، فرأى دباً كبيراً، دباً كبيراً في الغابة. أفكاري ساعدني، أفكاري أفكاري ساعدني، أريد ألف قصة، أريد ألف قصة، ساعدني يا أنا شخصيا كان الطالب جامعي قعدنا كنا الخميس اوف تعرفون نزور كربلاء ونجي نبات بالنجف ونصلي صلاة الجمعة وننسحب. اجا معمم قال للسيد الشهيد، احنا قاعدين، قال للسيد الشهيد، قال له سيدنا، كنت بوقتها مو معمم افندي بنطلون وقميص، قال له سيدنا السيد عبد الاعلى السبزواري رحمة الله تعالى عليه المرجع الديني المعروف، قال له السيد عبد الاعلى السبزواري يقول اني اتذكر نفسي لما كنت في بطن امي طفل، بطن امه عمره 3 شهر 4، يقول لك انت تذكر وامي شو تسولف وابوي شو يسولف وياه وش يصير. فالشيخ يقول للسيد، يقول له اكو هيك شيء؟ فالسيد الشهيد ضحك قال له انا اتذكر ما قبل ذلك. انا اتذكر اللي قبل ذلك، يعني اللي قبل ذلك لما كان نطفه طاهره بصلب ابوه. هو هاي قبالي، لا فلان نقلها ولا علان ولا كلان ولا كلان. قال له سيد عبد الله على السبزواري يقول انا اتذكر وانا كنت بحشاء امي. يتذكر يتذكر، انما ران على قلوبنا المعاصي اللي حجبتنا. يتذكر لما كان في بطن امه. انت تعرف ايش قاعد تقول؟ يعني يتذكر، يتذكر يعني يتذكر. خليه هذا على جنب، المفروض هذاك يقول له احترم نفسك، هو الأنبياء والصالحين خليل الرحمن صفي الرحمن ما سووها ولا قالوها ولا أحد قالها بالعالم قبلك. فقال له انت تتذكر بطن أمك، إذا انت إيمانك مو قوي مثل إيماني أنا. أنا أتذكر لما كنت في صلب أبوي. في صلب أبوك؟ في صلب أبوك؟ ولكن أفكاري، ولكن عيب استحل أفكاري. عيب يا ولن، عيب. يعني لما كنت في صلب أبوك وطلعت رحت مشي ولا اخذ تاكسي؟ ولكن افكاري عيب، عيب عيب يا عيب عيب. ويجيك واحد شيعي مدرعم، يرو الحمد لله الذي جعل اعدائنا من الحمقى، طيط طيط. هو اكو احمق منك بالعالم كله اللي قاعد هذا خريج، هذا دارس بالحوزة سنين، شوف كان يدرس، هذا كله قضى عمره دراسة وطلع منه هذا العلم، سنين ضيع من عمره وطلع منه هذا العلم، كان يتذكر في صلب أبوه قبل لا يروح للوالدة. أكو أحمق من هالشكل كبار ومعممين وأحمق من هالشكل أتباع بالعالم؟ ما راح تلقى أحمق منكم، ما راح تلقى. تحياتي لك يا صديقي العفيري، اضغط ديسك لايك، وانت يا الوهابي عدو سفينتي اضغط لايك عنادا بالديسك لايك ماله، لان اليوتيوب دا يحجز المقاطع وما دا نزلها من كثر البلاغات. يا وهابي تعلموا العلم، شوفوا شوفوا العلم والتقوى، وينكم من هذا العلم والتقوى يا وهابي؟ سلام عليكم ورحمة الله.